الله يرضى عنك. بس شوف يا اخي، اللي عندك الحق من هذه الدوله ايرلندا سهل، تاشيرات سهله، صح كده ولا انا غلطان؟ السنه دي صعبوه والله يا شيخ، صعبوه جدا. يعني اقل باقه نزلت كانت في حدود 8000 وشويه غير التذكره. ريال؟ لا، يورو. يورو 8000 يورو، سلم يا رب. ده السنه دي عملوا نظام الباقات. السنه اللي فاتت كان يعني في حدود 5 ل 6000 اللي هو نظام الشركات، انما السنه دي عملوا نظام الباقات وقدمنا كلنا. والباقه ملزمه يعني ولا ممكن تاخد تاشيره فقط؟ لا، ده هو الاول حضرتك بتقدم على الـ على الـ على المنصه اللي هي نسك دي، على الابلكيشن بتاع نسك، بعدين بيبعتوا الموافقه، وبعدين بعد كده بيبعت لك الباقات، تحجز باقه منهم، بعدين بيديك الفيزا. ده يعني خطوات كده. الله يسلم، الله يسر. الله المستعان. الله يسر، الله يرضى عنك يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مشكلة. السلام.